محمد رب أسرة أصيب بمرض السكري منذ سنوات، وعمل منذ ذلك الوقت على اتباع الأسس الصحيحة في تناول الطعام الصحي، وخاصة خلال شهر رمضان في ظل الامتناع عن الطعام لساعات طويلة. بالأيام العادية باكل أنا 3 أو 4 وجبات في اليوم، وجبات خفيفة، وباخذ الأنسولين تبعي. لكن في رمضان هلأ باخذ قبل السحور مثلا ب3 ساعات أو بساعتين باخذ جرعة أنسولين، وعلى السحور باكل الأكل الطبيعي وباكل معه شوية حلو، إشي بسيط يعني، مش كتير اللي أرفع السكري كتير، لأنه في قدامي 15 أو 16 ساعة صيام، هدول بياخذوا مني كل الطاقة اللي عندي. حيث تؤكد الدراسات أن نسبة انتشار مرض السكري في الأردن بلغت 46% للأعمار 25 عاماً فما فوق، بينما من المتوقع أن تصل النسبة إلى 106% خلال العام 2030. ومع حلول شهر رمضان لابد من اتباع حمية خاصة لمرضى السكري من أجل حمايتهم وحماية أجسادهم. الأشخاص اللي عم ياخذوا أدوية معينة أو طبعا أنسولين، إنهم يوزعوا وجباتهم بشكل صحيح مع الأدوية اللي عم ياخذوها، يعني تكون الوجبات حوالين الجرعات اللي عم تتاخد، وطبعا أكيد يخففوا أو يلغوا العصائر لأنها بتحتوي على كميات كتير كبيرة بالسكر، ممكن إنه تؤدي إلى ارتفاع السكر عندهم. طبعا كمان الحلويات أكيد بهذا الشهر بتكون بتتاخد بكميات أعلى وبتتاخد بأشكال مختلفة. في بدائل كتير صار هلأ لأنه أنواع القطر والسكر إنه تكون ما بتحتوي على سعرات حرارية وبنفس الوقت بديل عن السكر. لذا تنتشر في العاصمة الأردنية المأكولات الخاصة بمرضى السكري والحلويات الخاصة بهم في ظل ارتفاع نسبة الإصابة في الأردن، حيث يعد مرض السكري من الأمراض المزمنة الأكثر انتشارا بين الأردنيين بالإضافة إلى أمراض الضغط. لذا تتكاتف جهود الأسر والأخصائيين والجهات المعنية في الأردن من أجل مساعدة مرضى السكري على صوم الشهر الفضيل دون حصول مضاعفات تؤثر على حياتهم. دام الكردي، قناة الغد، عمان.